بمناسبة تحقيق العداء البحريني بيرهانو بالا المركز الأول في سباق 5000 متر للرجال بمدينة شنغهاي الصينية، أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، عن خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وأكد سموه أن فوز العداء بيرهانو بالا بالمركز الأول في الجولة الثانية من الدوري الماسي وتحقيقه لأفضل رقم عالمي لهذا العام إنجاز يبعث على الفخر والاعتزاز، ويمثل نتاجا منطقيا لما تحظى به الحركة الرياضية من دعم لا محدود من جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ومتابعة واهتمام من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، موضحا سموه أن ألعاب القوى البحرينية كسبت عداء عالميا جديدا سيكون له شأن كبير في المستقبل، خصوصا وأن أم الألعاب مقبلة على استحقاقات مهمة تتمثل في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في جاكرتا عام 2018 وأولمبياد طوكيو 2020، وأن ما حققه العداء بيرهانو بالا يبعث على التفاؤل بتحقيق نتائج باهرة في الاستحقاقات القادمة. وأوضح سموه أن فوز العداء بيرهانو بالا بالمركز الأول يجسد الشعار الذي أطلقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذهب فقط في عام الذهب 2018، ويعكس مدى حرص وإصرار جميع العدائين على المنافسة بقوة لحصد المراكز الأولى ومعانقة الذهب، متمنيا سموه أن يشكل هذا الإنجاز حافزا من أجل ظهور العداء بصورة أكثر تميزا في المستقبل. وأكد سموه أن الاتحاد البحريني لألعاب القوى لن يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للعداء القادم بقوة في سباق 5000 متر، بما يسهم في توسيع رقعة الإنجازات لأم الألعاب البحرينية في شتى المحافل الخارجية.